J'ai l'intime conviction qu'en cette ère, أنا مقتنع تماما أن عصر تقنيات المعلومات الجديدة من شأنه أن يمنح القدرة للمواطنين أن يكون لهم تأثير إيجابي للغاية على اقتصاد دولنا. لقد جئت لهنا على وجه التحديد لتشجيع ما ننوي القيام به مع شريك مهم في نظام التعليم وهو البنك الدولي، والذي لديه مجموعة من المشاريع الهامة في مجالات مختلفة والتي أهمها التعليم. ووجودي هنا في نواكشوط ما هو إلا إثبات لرغبتي بمواصلة هذا البرنامج مع البنك الدولي لتشجيعه وللتأكد من أنه يمكننا أن نحقق أهدافا جيدة.